مسائي صباح الخير ويوم سعيد نتحدث فيه عن ما خلقه الله من نبات وغذاء لكل الأجسام التي وهبها الله الجمال والرشاقة وروحا مرحة وسعيدة. أحبائي، الإنسان اتبع غرائزه في أكل الطعام ولا يمتنع عن أي طعام ولا لحوم ولا فاكهة، والطعام المكون من الخضر والفواكه واللحوم هو تكامل فيما خلقه الله ليسهل للإنسان عيشا مرحا وجسما نشيطا مدى العمر. أحبائي، إذا عرفت ماذا يأكله الإنسان عرفت ذلك الإنسان. الشعوب عبر التاريخ اكتسبت بعض الصفات، سواء منها البشرية أو الحيوانية، من خلال ما تأكله من سموم أو مواد صحية، وأصبح البشر متوترا أو سعيدا أو رفيع الأخلاق أو سيئا من خلال الغذاء، وإنما اتصف البعض بالجلد المثين والحقد الدفين، وإذا سألت ماذا تأكل علمت السر في الطعام، واتصف البعض الآخر ببرودة الطباع مثل الأنجليز الذي يعرف بتناول السمك الأبيض البارد فبردت طباعه، والفرنسيون المغرمون بلحوم الخنازير فكيف هي طباعهم، والعرب المتحضرون الملعون بأكل اللحوم من الأغنام والجمال عرفوا بالقيادة، فمن أين لهم من ذلك؟ المعروف أن لحم الغزلان يتفسخ بسرعة إذا اصطيد بعد المطاردة لكثرة احتوائه على السموم الناجمة عن الاحتراق في الجريان، خاصة جريان الدم أثناء الركض. وإذا أراد الناس أن لا يكونوا وحوشا مفترسة أو لا يكتسبوا الصفات الوحشية فعليهم أكل النبات. لهذا ترى البقرة هادئة، وترى الأغنام والماعز رشيقة وهادئة، فعليكم بأكل النبات والإقبال عليه بحسب الجوع. فالإنسان أصلا يشبه الحيوان الذي يعيش على التقاط الثمار في الغابة، وليس هناك أدنى شبه بينه وبين حيوان مفترس، لأنه ضاحك ورشيق وجميل ولا يقدر على سفك الدماء رغم الحروب ورغم الحقود ورغم الصراع ورغم كل ذلك. وتركيبة الإنسان بعين الاعتبار إذا أخذت، وجب أن يقتصر غذاءه على الفاكهة والخضار والنبات مثل القردة التي اعتمدت حياتها على الثمار وحدها، أي الخضار الطازجة الغير المطهوة. وكل الآثار التي عرفها التاريخ والتي نقب عليها من خلال الحفريات ترك لنا أن الإنسان منذ وجد على الأرض إلى اليوم ليس فيها ما يدل على أنه كان آكل للحوم، بل العكس، فهو آكل للنباتات وهي الغذاء الوحيد له في كل مراحل تطور حياته.
وإذا درسنا أسنان الإنسان وجدنا أن ليس له سوى أربعة أنياب يمزق بها اللحوم، أما سائر الأسنان الأخرى 32 سن وضرس فهي قواضم وطواحن كما هو الشأن لدى الحيوانات النباتية. لهذا الإنسان معد للغذاء على النبات، وهذا دليل أيضا. وإنما إذا أقبل على اللحم فليس له إلا القليل في يوم أو يومين خلال الأسبوع، لأن العضلات الموجودة في المعدة هي التي تتولى مهمة إمزاق اللحم وهضمه بشكل شديد. وكذلك الاختلاف الواضح في طول الأمعاء في الحيوانات النباتية والحيوانية اللاحمة، على أن الطبيعة لم تهيئ الإنسان ليكون لاحماً فأمعاؤه طويلة كما هو الشأن لدى الحيوانات النباتية، لأن طول الأمعاء هذا ضروري لعملية الامتصاص والحركات الاستدارية لطرح الخضار. أما الحيوانات اللاحمة فأمعاؤها قصيرة مثل الكلاب والذئاب وغيرها. النباتات تحتوي على مواد غذائية كاملة وكافية لتغذية الإنسان. ونأخذ مثالا على المواد الأزوطية، فقد كانت اللحوم تعتبر لمدة طويلة غذائية أو غذاء لا يستطيع الإنسان الاستغناء عليه، أصبح عادة لديه لأن الأزوط موجود في اللحوم بكثرة، غير أن التجارب دلت على أن المواد الأزوطية الحيوانية ليست أسهل هضما لدى الإنسان من غيرها، وبالإمكان العثور على أغذية أزوطية ممتازة في الخضر والفواكه خصوصا في القشور التي تستوجب الاستفادة منها. وجاء على لسان إحدى العالمات في الغذاء أن إزالة القشور هي طريق إلى القبور، بمعنى أن تلك القشور التي هي خلاصة الحكمة الغذائية. فالخضار منبع رئيسي للمائيات الفحم، والثمار الدسمة والحبوب غنية بالشحوم الصحية وتحتوي كيماويات كافية لتغذية وإنماء الجسم. ومن الأخطاء الشائعة أن يوصى الناقهون والمرضى بتناول مرق اللحم اعتبارا على أنه خلاصة الغذاء، مع أنه في الحقيقة خالي من أي ذرة من اللحم، بينما نعتمد إهمال مرق الخضار الذي يحتوي على أكثر من الأملاح المعدنية التي يحتاجها إلى الجسم البشري على شكل الشوربة. فإذا عدنا إلى الهند، فمهاتما غاندي هو أكبر مثل على صحة الرأي القائل بأن الإنسان نباتي لا حيواني. فلقد اهتم غاندي بغذاء مواطنيه بقدر اهتمامه بسائل السياسات والكفاح وضرب لنفسه مثلا حيا باقتصاره على غذاء الثمار ذلك اللب، وأضرب عن الاستعانة بمواد حيوانية، بل لم يضف لبن المعز إلى غذائه إلا بعد أن تقدمت به السن، وقد ذكر ذلك أنه تردد كثيرا قبل اختيار الحليب باعتبار أنه ذو منشأ حيواني ينبغي قصره على الأطفال. فتتبع خطوات أبي العلاء المعري الفيلسوف العربي وفيلسوف القرن العشرين برناردو شو، نهج نفس المنهج. أحبائي، دائما تبقى الخضر والفواكه والحبوب والقطاني على رأس الغذاء بإضافة قليل من اللحوم، وهذا ما جعل غذاء حوض البحر الأبيض المتوسط أو مطبخ الأمازيغي تضرب به الأمثال حاليا في حوض البحر الأبيض
المتوسط من طرف علماء الغذاء، خاصة بعدما أدخل العرب إليه بعض المنتوجات الأخرى مثل التوابل. ومن بين التوابل التي سنذكرها الآن هذا التابل الجميل الذهبي الذي وزنه ذهب، اللبان المعروف باللبان الذكر، وهذا سائله بالماء. واللبان أخذ من شجرة اللبان الطبيعية، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: بخروا بيوتكم باللبان وبالزعتر. البخور باللبان وبالزعتر. ولا يصح عنه، ولكن يروى على أنه قال لرجل شكى إليه النسيان عليه الصلاة والسلام: عليك باللبان فإنه يشجع القلب ويذهب النسيان. ويذكر أحدهم عن ابن العباس رضي الله عنه أن شربه مع السكر على الريق جيد للبول والنسيان. ويذكر عن أنس رضي الله عنه أنه شكى إليه رجل النسيان فقال له: عليك باللبان الذكر أو بلبان الكندر، وانقعه من الليل فإذا أصبحت فخذ منه شربة على الريق فإنه جيد للنسيان. هذا منقوع اللبان، عندما ينقع يصبح بهذا الشكل سائل، ينقع في الماء ليلا حتى الصباح ويصبح سائلا، فيؤخذ منه المقدار المطلوب ويشرب. ولهذا سبب طبيعي عن النباتات والأغذية بها، فإنها ترد النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد أيا ورطب يغلب على الدماغ. إذا أكلت المأكولات اليانغ المليئة بالماء مثل المشروبات والعصائر وغيرها، وكان الفصل شتاء باردا والإكثار من الملح، أصبح الجسم ين أي رطب، فيكون النسيان ورد النسيان باللبان المسخن، فلا يحفظ ما ينطبع فيه، خاصة عند الطلاب والقراء الذين يحفظون وينسون نفع منه اللبان. وأما إذا كان النسيان لغلبة شيء عارض أي طبيعي أمكن زواله بالمرطبات. والفرق بينهما أن اليابس أو اليانغ يتبعه السهر عدم النوم وحفظ الأمور الماضية دون الحالية، ويحدث النسيان عند عامة الطلاب أيضا بالإكثار من السكر أو المسكرات والحلويات، وتدفع هذه النسيان بالحجامة أيضا وإدمان أكل الكزبرة الرطبة أو التفاح الحامض. فإدمان الكزبرة والتفاح الحامض يحدث النسيان، وأيضا كثرة الهم والغم والبكاء يحدث النسيان، والنظر في الماء المحصور يحدث النسيان، والبول في الماء أو في الواد يحدث النسيان، والنظر إلى المصلوب أو إلى الميت، والإكثار من قراءة ألواح القبور يحدث النسيان، والمشي بين جملين مقطورين كما كان في الصحاري قديما يحدث النسيان، وإلقاء القمل في الحياض يحدث النسيان، وأكل بقايا الفأر أو صؤر الفأر يحدث النسيان، وأكثر هذا معروف بالتجربة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الصداع مؤدي للدماغ والرأس الضعيف
وغشاوة البصر ووجع المفاصل والنفخة والنسيان وعدم الإقبال على الحفظ. لهذا أحبائي كان اللبان الذكر من أجود ما استعمل بخورا وشرابا لرد النسيان. أحبائي أتمنى لكم فكرا صائبا وحياة سعيدة وأياما مديدة، والسلام عليكم.